كل المدارس الابتدائية ببلدية أثنية الحد بتيسم سيلت عاجزة عن تقديم وجبات كاملة للتلاميذ منذ الدخول المدرسي، وهو الأمر الذي أثار استياء أولياء التلاميذ. روز وبنين وخبز. صنعونا مطعم، يجيبونا يعطونا البيض، العنب، اللحم. شوية خبز ويقولوا هاك تربح. وقبلناش بالينا، حنا قلنا راه كلشي متوفر، كلشي موسى ما بالنا والو، مورسو خبز وحبه فرماج في الايام الاسبوع كامله. الاطعام المدرسي يعرف فوضى التسيير، وهو ما ادى الى اهمال حقوق التلاميذ وجعل منه خدمه مجرد ذر رماد في العيون. امس ما كلاوش، البارح ما كلاوش كاع، ما عطاو لهم والو، مطعم بلع. حتى اليوم راهم جابوا لهم ثاني الروز والفاكهه، عطاو لهم بنان، بقيه الايام ما كاش، ما كان لا فاكهه لا بروتينات. وين راكم يا المسؤولين؟ وين راكم؟ وين راكم يا الجمعية الأولياء؟ وين راكم؟ لازم تهدروا على ذا التلاميذ، لازم تقفوا على ذا التلاميذ. وبين انعدام الوجبات أحيانا وصمت المنظمات وجمعية أولياء التلاميذ مما يحدث أحيانا أخرى، يبقى التلميذ المعوز من يدفع الضريبة.